شهداء بنين الدولي بمدينة بنغازي الذي يحتضن اليوم هذا الحوار الهام على صعيد التنافس. هذه محاولة لصالح الشباب، تقدم داخل منطقة الجزاء وفرصة، فرصة هدف ضاعت على فريق شباب الجبل من على الدين محمد، وراسية وفرصة لكن في أول ظهور لحسام بيا. يلعب كرة داخل منطقة العملية، ترجع وفرصة، لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن. قشي عبد العزيز، جابون ندون، مر كرته وفرصة، لكن تصدي ممتاز جدا من حارس المرمى أيوب، لكن تغادر الكرة وفرصة وهدف، لصالح فريق الهلال، هدف لمصلحة فريق الهلال عن طريق الجابوني ندوين. وقع فيه مدافع فريق شباب الجبل، وقع في خطأ أمام الجابوني ندوين اللي لم يتردد بالاستفادة من هذا. تعود الكرة من جديد لصالح فريق الشباب، كرة مرفوعة داخل منطقة العمليات لكن التغطية كانت حاضرة من حارس المرمى. تعود الكرة عن طريق بن عيد، أسامة بن عيد، وفرصة لصالح فريق الهلال لكن الكرة مرت بعيدة. فرصة ضاعت على رأي كورته بشكل ممتاز، يستقبلها ويلعبها أمام الإيفواري سامويل باكايوكو، لكن في هذه اللقطة العارضة سامويل باكايوكو يتقدم، باكايوكو يتقدم ومر، وحكم اللقاء ماذا يقول؟ ركلة جزاء لصالح فريق الهلال. الصورة لا تحتاج لأي تعليق، لقطة المهدي مشاح مدرب فريق شباب الجبل. شوفوا سامويل عبد السلام الفتوري، وحنشوف المغادرة لمن؟ المغادرة للإيفواري سامويل باكايوكو يغادر. إذن بطاقة حمراء، لمن؟